قامت مديرية المسارح والموسيقى بالتعاون مع فرع حلب لنقابة الفنانين احتفالية بمناسبة يوم الموسيقى العالمي، تضمنت تقديم عدة مقطوعات موسيقية من الألحان الشرقية والغربية. ضمن احتفالية عيد الموسيقى العالمي، هذا العيد الذي يحتفى به بكل دول العالم، أقامت مديرية المسارح والموسيقى بالتعاون مع نقابة الفنانين احتفالية بحلب بهذه المناسبة. طبعا الهدف منها هو إطلاق رسالة للعالم بأن حلب مدينة السلام، مدينة المحبة. تعود اليوم إلى نشاطاتها، إلى فعاليتها، إلى ألقها الثقافي التي أنجبت عدد كبير من الأعلام الموسيقيين، تركوا بصمة مهمة في تاريخ الذاكرة الموسيقية العربية. هذا عيد عالمي، طبعا نحن في حلب لنا أكثر من 15 سنة و 20 سنة محتفل فيه، وما وقفنا حتى في أيام الحرب ما وقفنا. ونحن اليوم في رسالة جديدة عم نقدمها كمان. نحن اليوم الفرقة رح تشوفيها هي مطعمة بالشباب والأطفال، حتى رح تشوفي جزء هو كبار والباقي كله شباب وصغار، وهي رسالة عم نقول فيها للعالم كله إن حلب لن تموت، حلب مستمرة. هؤلاء الشباب تعلموا الموسيقى في فترة الحرب، عم نقول لهم حلب مستمرة في فنها، مستمرة في عطائها إن شاء الله ولا تتوقف. نحن اليوم في مدينة حلب عم نحتفل في عيد الموسيقى العالمي، هذا العيد الذي انطلق عام 1982 بالعاصمة الفرنسية باريس، وتحتفل به كل مدن العالم في نفس الوقت. ومدينة حلب بما هو معروف عنها هي مدينة الطرب والأصالة والفن الجميل، وقدمت للعالم موسيقيين كبار، وقدمت القدور الحلبية، واحتضنت المرشحات الأندلسية. لابد لها أن تكون لها مكانة في هذه الاحتفالية الكبرى على مستوى العالم العربي. إذا الطبيب كان بيداوي الجانب الجسدي فيه والجانب النفسي، فالموسيقى هي بتداوي الجانب الروحي فيه وبتلامس وجدانه وروحه.